إلى اليمن الآن، حيث قال مراسل الجزيرة إن أحياء سكنية في مدينة تعز تعرضت قبل قليل إلى قصف عنيف مما أدى إلى مقتل طفل وجرح شخصين. وكانت قوات من الحرس الجمهوري الموالية للرئيس قد قصفت بالدبابات والمدفعية عددا من المناطق شمالي مدينة تعز. سياسيا، وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى صنعاء لمتابعة جهود إنهاء الأزمة في البلاد وسط حديث عن تنفيذ مرتقب للمبادرة الخليجية لنقل السلطة سلميا في اليمن. معي من مدينة تعز مراسل الجزيرة حمدي البكاري. حمدي، لو سمحت تعطينا التفاصيل أوفى عن القصف الأخير الذي طال أحياء سكنية في تعز حيث أنت. نعم جلال، منذ بعد صلاة الفجر تقريبا والقوات الموالية للرئيس صالح تقصف بالدبابات والمدفعية عددا من الأحياء السكنية، وكذلك تقصف ساحة الحرية والأحياء المجاورة لها والقريبة منها ضمنها حي الروضة السكني. لا نزال حتى هذه اللحظة نسمع بين الحين والآخر أصوات قذائف. حسب آخر المعلومات من المستشفى الميداني، هناك طفل قتل جراء هذا القصف، وكذلك هناك جريحان على الأقل من الأهالي نتيجة لهذا القصف. من الواضح أن القوات الموالية للرئيس صالح تريد خلق حالة من الفزع الآن، لأن اليوم يوم الجمعة وهو يوم يحمل عنوان لا حصانة للقتلة، سيتجمع الناس بأعداد كبيرة. هل سيؤثر هذا القصف على خروج المتظاهرين حمدي؟ على العكس من ذلك، حصل كثير مثل هذا القصف في مرات سابقة، لم يؤثر على الإطلاق، بل زاد حضور الناس إلى الساحة بشكل أكبر. اليوم القصف أصلا في المدينة متقطع، مثلا منتصف الليل كان هناك قصف متقطع شمال المدينة وبعض القرى شمال المدينة، وحسب المعلومات أيضا هناك قتلت امرأة وأيضا جرح ثلاثة من نفس العائلة، وكذلك وجدت عند الساعة الثانية ليلا وجدت جثة أحد الأشخاص في أحد أحياء المدينة، يعتقد بحسب مصادر المستشفى الميداني لأنها ناجمة عن القصف المتقطع. حمدي، هل هو قصف من جهة واحدة أم هناك رد من القوات الموالية للثوار في الشارع؟ وفي حقيقة الأمر لا توجد قوات بمعنى القوات، هناك مسلحون بأعداد محدودة من المواطنين ومن أيضا الجنود والضباط الذين يوالون الثورة، لكن ليست قوة نظامية تستطيع أن تواجه وجها لوجه. وبالمناسبة هذه المجاميع المسلحة هي مجاميع محدودة ومتنقلة، لا تقف في مكان محدد ولا تمتلك أيضا أسلحة ثقيلة تستطيع الرد. الآن القصف تحول من قبل القوات الموالية للرئيس صالح بأسلحة ثقيلة، الدبابات والمدفعية وقبائل الهاون والمعسكرات تحيط بالمدينة، وكذلك تصل إمدادات إلى بعض السكنات داخل المدينة لإحكام القبضة على هذه المدينة من كافة الاتجاهات. شكرا لك حمدي البكاري مراسل الجزيرة في تعز.